أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الخلق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن أهل الخلاف بعضا من كهنتهم الكبار وجدوا أن خلافة أبي بكر المزعومة لا تزال تفتقد الشرعية، وأنها بحاجة إلى اصطناع أدلة إضافية لتصحيحها شرعا. لهذا وضع هؤلاء بعضا من الأحاديث رويت عن عائشة وعن أنس وعن غيرهما توحي بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد نص على أبي بكر وعينه خليفة من بعده. اعتبر ابن حزم مثلا هذه الأحاديث التي فندناها في الأسبوع الماضي، اعتبرها نصا جليا على خلافة أبي بكر، وأولويته بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وآله. مما أبطلنا به هذا الاستدلال في الأسبوع الماضي ما استشهدنا به من قول القرطبي الذي نقله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. يقول القرطبي: لو كان عند أحد من المهاجرين والأنصار نص من النبي صلى الله عليه وآله على تعيين أحد بعينه للخلافة لما اختلفوا في ذلك ولا تفاوضوا فيه. قال: وهذا قول جمهور أهل السنة. القرطبي بهذا كأنه يبطل ما قاله ابن حزم وغيره من دعوى أن أبا بكر منصوص عليه، إذ يقال لو كان منصوصا عليه، وخاصة أن الدعوة تقول أن النص نص جلي لا خفي، إذا كان الأمر هكذا فلماذا لم يذهب أهل السقيفة وخاصة الأنصار إلى الالتزام بهذا النص؟ لم يجري على لسان أحد منهم ذكر هذا النص ولا الاستشهاد به،
بل تنازعوا أمر الخلافة فيما بينهم وتفاوضوا فيما بينهم، وهذا كله كاشف عن فقدان النص، لأنه لو كان موجودا وكان مرتكزا في ذهن هؤلاء أو في أذهانهم أن أبا بكر أولى بالخلافة من غيره بنص من النبي صلى الله عليه وآله لما اختلفوا وتنازعوا، ولما غاب هذا الاستشهاد بهذا النص من أذهان هؤلاء جميعا، حيث لا يعقل هذا. إذن يبطل القول بأن أبا بكر منصوص عليه. هنا يرد إشكال وعدناكم أن نجيب عنه في هذا الأسبوع، الإشكال يقول أنه بما ذكره القرطبي والذي احتججتم أنتم الشيعة به لإبطال قول ابن حزم وغيره من دعوى النص على أبي بكر، قول القرطبي هذا يبطل أيضا دعواكم النص على الإمام علي عليه السلام، فإنه لو كان النبي صلى الله عليه وآله نص على علي عليه السلام وعينه للخلافة من بعده لكان يجب أن يستشهد أحد بهذا، أن يحتج أحد بهذا من أهل السقيفة من المهاجرين والأنصار، لكن الحال أن أحدا منهم لم يذكر هذا الأمر البتة، ما يعني غياب النص أيضا وفقدانه، فبهذا تبطل عقيدتكم أنتم أيها الشيعة. لماذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين اجتمعوا في السقيفة ما تداولوا أصلا أمر النص على علي عليه السلام، ولا احتج أحد منهم بهذا، ولا قال إن النبي صلى الله عليه وآله عينه للخلافة في يوم غدير خم؟ فما هو جوابكم؟ جوابنا أولا هنالك فارق في النظرة إلى هؤلاء الذين اجتمعوا في السقيفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، هنالك فارق في النظرة فيما بيننا وبين مخالفينا. مخالفون ينظرون إلى هؤلاء نظرة أنهم عدول مؤمنين صالحين يحتج بهم، فعلهم حجة. لذا إذ لم يذكر النص على علي عليه السلام فإن النص يكون مفقودا، لا يوجد نص، لأنه لو كان لوجب على هؤلاء أن يلتزموا بالنص وهم خيرة هذه الأمة من أصحاب رسول الله. ليس من المتصور أنهم يخالفون النبي صلى الله عليه وآله
ويتمردون على ما على من نص عليه. لقد كانوا مؤمنين صالحين بررة يتبعون النبي صلى الله عليه وآله ولا يخالفون أوامره. هذه نظرة أهل الخلاف لأهل السقيفة للمهاجرين والأنصار الذين اجتمعوا هناك، ولكن نظرتنا نحن تختلف. نحن نقول إن هؤلاء منافقون طالحون أو منقلبون على أعقابهم، فلا يكون فعلهم حجة. إذا ما تركوا المنصوص عليه وخالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وآله فإن هذا الأمر أمر معقول جدا بالنسبة إلينا. لماذا؟ لأننا لا نقر بكونهم من الملتزمين دينيا أصلا، لا نقر بكونهم مؤمنين حقا. وبعبارة أخرى، المخالف ينطلق في رد دعوى النص على علي عليه السلام ينطلق من نظرة إلى من يسميهم الصحابة أنهم صلحاء، ولذلك يرد النص أو يدفعه أو يجحده أو ينكره. ولكن الشيعية ينطلق من منطلق آخر، أن هؤلاء القوم إذ رفضوا عليا عليه السلام فإن ذلك لا يبطل النص على علي عليه السلام، لأن حالهم كحال أصحاب الأنبياء السابقين الذين ارتدوا وانقلبوا على أعقابهم من بعده، منافقون أو منقلبون. فإذا لا يتوجه هذا الإشكال إلينا، الصحابة على هذا الاصطلاح عند أهل الخلاف على هذا التعبير إنما هم حجة على أهل الخلاف، لا حجة علينا نحن. هنا فرق. المخالف يقول أنا ما أصدق أنه النبي نص على علي عليه السلام والصحابة الأبرار الأخيار لا يلتزمون بذلك، فإذا معنى ذلك أنه لا يوجد نص. لو كان لكان هؤلاء المتدينين الصلحاء الأخيار الأبرار قد سلموا بالأمر، لأنه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، وسلموا الخلافة لعلي عليه السلام مباشرة. هذه نظرة المخالف. نظرة الشيعي تختلف. الشيعي يقول إن هؤلاء من الطبيعي أن لا يسلموا، نعم، لأنهم يعصون رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس هذا بغريب، نعم إنهم عصاة، إنهم منافقون، إنهم منقلبون على أعقابهم، فلا عجب في أنهم لم يسلموا الخلافة لعلي عليه السلام، وليسوا بحجة علينا. فإنا نعتقد أن الحجة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله علينا هم عترته الطاهرة صلوات الله عليهم. وإذ تواتر عن العترة بدءا من علي وانتهاءا بالمهدي صلوات الله عليهم أجمعين،
تواتر عنهم دعوى النص أن النبي صلى الله عليه وآله لم يترك أمته دون أن يعين لهم وليا للأمر خليفة من بعده، بل عين لهم 12 خليفة ووليا للأمر وإماما. إذ قالت العترة هذه المقالة بصريح العبارة: وجب تصديقهم وتكذيب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله جميعا لو أنهم قد أطبقوا على دفع النص. بعبارة أخرى، لو فرضنا، أقول لو فرضنا لأنه هذا ليس واقعا، لم يدفع كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله النص. نعم أكثريتهم دفعوا النص، أما هنالك أقلية من الصلحاء الأخيار الأبرار حقا التزموا بالنص ونادوا بعلي عليه السلام خليفة كما تبين وسيتبين إن شاء الله. نقول فلنفرض أنه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله جميعا دفعوا النص وأنكروا، وعلي لوحده فقط قال بالنص وقال أنا المنصوص عليه، لوجب ترك هؤلاء جميعا والأخذ بما قاله وصي رسول الله صلى الله عليه وآله زعيم العترة من بعده، هو الحجة علينا. إجماع الأمة أن النبي صلى الله عليه وآله ترك خليفتين فينا، أي ترك حجتين هما القرآن والعترة، وهذا زعيم العترة علي بن أبي طالب عليهما السلام. يقول أنا منصوص علي، خلص أنا أسلم، وإن أنكر ذلك كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. علي صادق لا يكذب، العترة الطاهرة معصومة محفوظة من الله عز وجل، لا تكذب. لو سلك الناس جميعهم واديا وسلك علي لوحده واديا آخر، لوجب على الأمة أن تسلك وادي علي عليه السلام. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله في أحاديث مخرجة عندنا وعند مخالفينا على السواء. علي مع الحق والحق مع علي لا يفترقان، علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان، هذا القرآن الصامت وعلي القرآن الناطق. فإذا لا بد من التسليم بما قاله علي وأهل البيت عليهم السلام. طيب أين هذا الذي قالوه؟ شيعة أهل البيت الموالون لهم، لهم طرقهم إلى أهل البيت وأسنادهم، وقد رووا عنهم بالتواتر دعوى النص. من أراد أن يطلع على هذا التراث بما فيه من أحاديث وروايات كثيرة متضافرة في شأن دعوى النص على علي عليه السلام، فإنه عليه أن يجتهد للنظر في هذه المصادر وهذه الكتب التي هي متداولة في طائفة أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم. وهي على كل حال بالنسبة إلينا نحن حجة علينا، إن أنكرها المخالف وقال أنا لا أعتقد أصلا بهذه أنها حجة علي، أنا لست ملزما بالكافي مثلا، لست محجوجا به،
أصلا لست ملزما ولا محجوجا حتى بالروايات التي صحت عن بعض أئمة أهل البيت، وليكن مثلا الإمام التاسع الإمام الجواد عليه السلام. من قال أنه يجب أن أصدق هؤلاء؟ بعض متعصبين من أهل الخلاف يقولون هذا الكلام، بعض متعصبي أهل الخلاف يبخسون حق أئمة العترة عليهم السلام ولا يرون لهم فضلا ولا مقاما. حتى أني أتذكر أن أحد أرباب الجرح والتعديل عند أهل الخلاف لما ذكر إمامنا وسيدنا إمام العترة الطاهرة في زمانه الإمام الحادي عشر أبي محمد الحسن الزكي العسكري عليه السلام، أتعلمون ماذا قال عنه لما ترجم له؟ ذكر اسمه الشريف ونسبه وثم قال: ليس بشيء، نعوذ بالله، ما إلى قيمة، نعوذ بالله. هذا حال أئمة العترة عند كثير أو بعض من أهل الخلاف. فبعض متعصبيهم قد يقولون لسنا محجوجين أصلا حتى وإن ثبت أنهم قالوا هذا الكلام، حتى لو ثبت أن الإمام العسكري عليه السلام قال نعم رسول الله صلى الله عليه وآله نص على علي بالخلافة وأنه أول الأئمة من بعده، وأبو بكر ليس بخليفة شرعي، علي هو الخليفة الشرعي الأول، نفرض يقولون قال هذا وصح هذا، لسنا ملزمين بالأخذ بقوله، مع أن هذا الأمر تعنت من قبل أهل الخلاف، ومع أنه يخالف ما تسالموا عليه من إجلال أهل البيت عليهم السلام وأئمة العترة، وأنهم على أقل تقدير من علماء هذه الأمة وصلحائها وفقهائها وأولياء الله الصالحين، لا يكذبون لا يدلسون، مع هذا كله إذا ركناه جانباً فإنا نحجهم بما جاء عندهم. عمن؟ عن أول الأئمة، عن علي بن أبي طالب الذي هم يقرون بأنهم محجوجون بما قال، إذ يعتبرونه الخليفة الرابع ويرون له من المقام والفضل ما يرونه. ثبت في مصادر أهل الخلاف أن عليا عليه السلام نطق بكونه ولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يقول هذا الكلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. انتبهوا جيدا لهذه الرواية، هذه الرواية أيها الإخوة جاءت في كتاب الخصائص للنساء برقم 7221، والمستدرك للحاكم برقم 4635، والمعجم الكبير للطبراني برقم 174، وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل برقم 1075، ومجمع الزوائد للهيثمي برقم 14765. الرواية عن ابن عباس، دققوا، أن عليا
كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل يقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله تعالى، والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت، والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه، فمن أحق به مني؟ يقسم علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما، يقول: أنا الأولى، أنا ولي رسول الله، من أحق به مني؟ أنا لست كالآخرين، يمكن للآخرين أن ينقلبوا على أعقابهم، أما أنا ومن معي؟ والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله تعالى. لا يعقل أن علي عليه السلام يرد على الله. إذا فسرنا قوله تعالى، إذا فسرنا قول علي عليه السلام بأنه يقصد أن أحدا من هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله لن ينقلب على عقبيه، فإن معنى ذلك الرد على الله تعالى، لأن الله يقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فإذا لا محالة أن علي عليه السلام لا يقصد كل هذا المجموع، لا يقصد أن الكل لن ينقلب على عقبيه لما أقسم قائلا: والله لن ننقلب أو لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله تعالى. لابد أنه يقصد بهذا النفي، يقصد جماعة من أصحاب النبي، جماعة من الأمة، فئة من الأمة. وهذا منصرف أول الانصراف إليه هو، وإلى العترة الطاهرة، وإلى من اتبعهم والتف حولهم. فعلي عليه السلام يتحدث بشكل واضح: نحن لن ننقلب. ثم يقول: والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت، وفعلها علي صلوات الله عليه، قاتلهم وجاهدهم وأذاقهم المرارات، ولذلك حقدوا عليه. لماذا قاتل وجاهد؟ لماذا حارب عائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمر بن العاص والخوارج وغيرهم؟ لماذا تصادم منذ الأيام الأولى مع أبي بكر وعمر حتى أنه ظلمهما، أي رماهما بالظلم والخيانة والكذب والإثم والفجور، وكل ذلك صح عند أهل الخلاف كما تعلمون. لماذا تصادم مع عثمان ووسمه بهذا الوسم حمال الخطايا؟
كل هذا لأن علي عليه السلام إنما أراد أن يمضي على منهاج محمد صلى الله عليه وآله، لا يبدل ولا يغير، والله لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. أشار أولا إلى انقلابهم، وثم بعد ذلك أقسم على أنه سيمضي على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله، وثم بعد ذلك وهذا هو المهم أقسم بقوله: والله إني لأخوه ووليه، تخلي خط تحت كلمة وليه، وابن عمه ووارثه، فمن أحق به مني؟ وهذا كان يقوله علي عليه السلام متى؟ في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، بلا نكير من رسول الله صلى الله عليه وآله، بلا نكير من أحد من أصحابه، كان يقوله علي عليه السلام دائما بشهادة ابن عباس. والخبر هذا صحيح عند أهل الخلاف، يقول الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ما معنى قوله عليه السلام: وأنا وليه؟ لأن بعضا من أهل الخلاف قد يجادل في هذا كعادتهم في الجدال. فيقول: ليست تعني هذه الكلمة أنه يقصد أنا ولي الأمر من بعدي، ليس يقصد هذا. نقول: بلى يقصد. أولا لاحظ السياق، سياق الكلام كله في الأولوية والتقدم، وهو يقسم على ذلك، يقول: والله إني لأخوه ووليه. الآن أنت تشتبه في معنى كلمة وليه، ماذا يقصد منها؟ كمل تفهم. وابن عمي ووارثه، أنا الذي أرث النبي من مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يتولى أمور المسلمين أم لا، فهذا وارث رسول الله، ولم يخصص علي، لم يقل إني أرثه مثلا في العلم فقط، أو أرثه في المال فقط، أو أرثه ما أدري في بيته مثلا، كلا، عمم أطلق. قال: ووارثه، فوجب أن يرث كل ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله من مقامات إلا مقاما واحدا، وهو مقام النبوة. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا نخرج بقية المقامات يرثها علي تلقائيا من تلك المقامات، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتولى أمور المسلمين، فعلي كذلك يتولى أمور المسلمين. ثم يقول: فمن أحق به مني؟ هذه عبارة واضحة تدلنا على أنه يقصد أنه الأولى بالأمر من بعده لكونه أحق به من غيره. نفس العبارة التي استخدمها أبو بكر في السقيفة، ذكرناها لكم في محاضرات سابقة، ارجعوا إلى التواريخ. بماذا احتج أبو بكر على الأنصار؟ بأنهم، أي مهاجرين، أي قريش والذين منهم أبو بكر، أنهم أحق برسول الله وسلطانه منهم. استخدم هذا المنطق، قال: نحن أولياء محمد. شوف استخدم أي عبارة؟
أولياء، كلمة ولي هذه هي العبارة التي استخدمها. قال: نحن أولياء محمد وعشيرته، والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ومحمد من غيركم، نحن أولى برسول الله منكم، نحن أحق به منكم. لماذا يترجم المخالف هذه العبارات من أبي بكر على أنه يقصد بها الخلافة وولاية الأمر؟ ونفس العبارات استخدمها علي، نفس الألفاظ، لكنه يصرفها عن أن معناها ولاية الأمر. لما الكيل بمكيالين؟ ليش عند المخالفين 1000 قاموس لغة؟ بكيفهم يخلون يطلع له 90 معنى لكلمة ولي، في حين أن موضعها في سياقها واضح المعنى. نحن لا ننكر أن كلمة ولي أحيانا يراد بها، أو المولى يراد بها أحيانا معاني أخرى غير المتصرف بالأمر، الأولى بالأمر، ولي الأمر، لا ننكر ذلك. لكن نقول: لا يعقل يا جماعة يا عالم، لا يعقل أن يكون هذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وآله مثلا: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. من المعاني مثلا، من معاني كلمة المولى ابن العم، يعني شنو يقول النبي؟ يقول: من كنت أنا ابن عمه فعلي ابن عمه، هذا يقصد يعني. من المعاني المحب، مولى فلان محبه مثلا، يعني شنو يقصد النبي؟ يقول: من كنت أنا محبه أو أحبه أو يحبني، يعني علي يحبه أو هو محبوب من قبله. شنو هذا الكلام؟ كلام ما إلى معنى في مثل هذا الموضع، كلام واضح البطلان يكون حينئذ. لابد أنه يقصد شيئا آخر، والشيء الآخر الذي يقصده يوضحه السياق. بأي سياق تكلم النبي؟ قبل أن يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ماذا قال؟ قال: ألستم تعلمون أني أولى بكم من أنفسكم؟ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذن المقصود أنه من كنت أنا أولى به من نفسه، واجب عليه أن يعتبر أن عليا كذلك أولى به من نفسه. فكيف إذا جاء نفس هذا اللفظ في بعض طرق أهل الخلاف ورواياتهم؟ عندهم نص هكذا يقول: قال رسول الله: من كنت أنا أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه. بعد أكو أوضح من هذا؟ لكن المخالف اعتاد على الجحود. علي يقسم يقول: وبالسند الصحيح عندهم وفي حياة النبي صلى الله عليه وآله، يقول: والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه، فمن أحق به مني. شنو معنى فمن أحق به مني؟ يعني أبو بكر ليس أحق من علي برسول الله صلى الله عليه وآله. إما أن تصدق عليا وهو يقسم على ذلك، وهذا في حياة رسول الله، فلا بد أن تكذب أبا بكر أنه هو الأقرب أو هو الأحق برسول الله من غيره. وإما العكس والعياذ بالله، تصدق أبا بكر وتكذب علي عليه السلام، وهذا كفر. أما أن تجمع بين المتناقضات كيف؟ هذا لا يمكن. عجبا لكم يا معشر أهل الخلاف،
لماذا إذا استخدم أبو بكر أو استخدم عمر عين الألفاظ التي استخدمها رسول الله أو استخدمها أمير المؤمنين عليهما وآلهما السلام، فإنكم لا تقرون بأن المعنى واحد بل تفككون بين المعاني. علي يقول أنا ولي رسول الله، ونحن نقول معنى ذلك أنه يقصد أنه هو الأولى وهو هو ولي الأمر من بعده، الذي يرث ولاية الأمر من بعده. هذا الذي نحن نقول، نقول هذا المفهوم من هذه العبارة العربية. يقولون لا، ليس هذا هو المفهوم. طيب لماذا نجد عندكم في أحاديث أخرى أن أبا بكر وأن عمر قالا كذلك نفس هذه العبارة نفس هذا اللفظ؟ أبو بكر قال أنا ولي رسول الله، عمر قال أنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، وكلكم قلتم أن المقصود بهاتين العبارتين أن أبا بكر يرى نفسه هو الخليفة، هو ولي الأمر من بعد النبي، وأن عمر يرى نفسه هو ولي الأمر من بعد النبي وبعد أبي بكر. شوفوا العبارة ماذا تقول في صحيح مسلم برقم 3302 عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار. رواية طويلة، ما علينا، نمشي إحنا إلى أن يقول قال عمر، وهو يوجه كلامه لعلي عليه السلام والعباس بن عبد المطلب، يقول فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله قال أبو بكر أنا ولي رسول الله، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر قال رسول الله ما نورث أو ما نورث ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، فوليتها، إلى آخر كلامي. لسنا الآن نتكلم عن إقراره واعترافه لعنه الله بأن علي عليه السلام والعباس يكذبانه ويكذبان أبا بكر ويؤثمانهما ويخونانهما إلى ما هنالك، هذا ليس موضوعنا. موضوعنا هنا، لاحظوا، هل تجدون فرقا بين هاتين العبارتين، بين هذين اللفظين؟ علي يقول أنا ولي رسول الله، وأبو بكر يقول أنا ولي رسول الله، وعمر يقول أنا ولي رسول الله وولي أبي بكر. ليش لما قال أبو بكر أنا ولي رسول الله فسرتم هذه العبارة بالخلافة؟ ليش لما عمر قال هذا الكلام أيضا فسرتم هذه العبارة بالخلافة؟ أما لما يقوله علي وفي حياة رسول الله تقولون ما يقصد الخلافة، نفس الكلمة نفس العبارة. زد على ذلك أن كونه عليه السلام ولي رسول الله صلى الله عليه وآله بمعنى أنه مولى على المؤمنين الأولى بهم من أنفسهم، سيد عليهم، إمام عليهم، قائد لهم، هذا المعنى كان مرتكزا في أذهان أصحاب رسول الله. يدلك على هذا
ما جاء في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل برقم 967 بسند صحيح أيضا عن رياح الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا: السلام عليك يا مولانا. المولى أحيانا تأتي بمعنى المالك للعبد، وأحيانا تأتي بمعنى العبد أيضا، تأتي بمعنى السيد وتأتي بمعنى العبد. لما جاء هؤلاء وقالوا لعلي: السلام عليك يا مولانا، كأن علي عليه السلام يريد أن يتقصى وأن يستدرجهم لكي يفسروا هذه العبارة أو يفسروا هذه الكلمة. ماذا تعنون من السلام علي بالمولوية؟ عن أية مولوية تقصدون أو تتحدثون؟ فقال لهم، انتبهوا، قال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ أنتم عرب أحرار، لستم من الموالي أي من العبيد، فكيف أكون مولا لكم؟ إذا تقصدون المعنى ذاك أنني المالك أو من له مولوية ولو بالعتق على عبده، مع أن الواقع هو هكذا، نحن كلنا عبيد لعلي، عبيد لمحمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، ونفخر بذلك، كلنا هكذا. لكن علي عليه السلام يريد أن ينتزع من هؤلاء اعترافا مهما. جاءوا إليه فقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فهذا مولاه. قال رياح الراوي: فلما مضوا اتبعتهم فسألت: من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري. إذن ها هم الأنصار ومنهم أبو أيوب، مرتكز في أذهانهم أن عليا هو المولى بهذا المعنى. يقول الهيثمي في مجمع الزوائد برقم 14610 بعد نقله لهذا الحديث، يقول: رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال، يعني رواية الطبراني، قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. الدجال أحمد بن حنبل هذه الزيادة حذفها، أو هذه التتمة للحديث. ليش حذفها؟ لماذا اقتصر على إخراج؟ هو نفس الحديث، لماذا اقتصر على إخراج أول الحديث فقط؟ قوله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اقتصر على هذا. ما السر في هذا؟ لأنه إن أتم الحديث لوجب أن يعتقد بالبراءة من معاوية، بل من عائشة، بل من طلحة والزبير، وكل من عادى عليا، لأنه يكون حينئذ عدو الله. إذا ثبت قول النبي صلى الله عليه وآله وعاد من عاداه، إذن يكون كل من عادى عليا عدو الله، وهو لا يريد الالتزام بذلك. هو يريد الالتزام أن عليا ولي الله، وأن من عادى عليا أيضا ولي الله. معاوية مثلا عادى عليا،
ولكنه ولي الله. شو يسوي؟ يحذف كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه هي مشكلتنا مع أهل الخلاف، مع كهنتهم الفسق الفجر الذين لا يحترمون السنة، لا يحترمون كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، فيتلاعبون به كيفما شاءوا. نفس الحديث، شوف لاحظت كلام الهيثمي، الحديث نفسه أخرجه أحمد بن حنبل في الفضائل وأخرجه الطبراني في المعجم. لماذا رواية الطبراني تامة كاملة ورواية أحمد بن حنبل مقتطعة؟ ليش هذا التلاعب؟ يقول وهو يتم لفظ الطبراني الآن، يقول: وهذا أبو أيوب بيننا، فحسر أبو أيوب العمامة عن وجهه ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. ثم يقول الهيثمي: ورجال أحمد ثقات. يعني الرواية صحيح، كل من في سندها وطريقها ثقات. إذن هذا الارتكاز واضح بالنسبة إلينا، إن كون علي عليه السلام مولى المؤمنين ولي رسول الله أحق به من غيره، هذا المعنى مركوز أو مرتكز في أذهان جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، منهم الأنصار، منهم أبو أيوب الأنصاري. وهنا بهذا نأتي بالشق الثاني على بالشق الثاني من الجواب على الإشكال، إشكال أهل الخلاف الذين يقولون إنه لو كان علي عليه السلام هو الوصي وهو الأولى بالأمر من بعد النبي وهو المنصوص عليه لوجب أن نسمع هذا الكلام في السقيفة. قلنا أولا: هؤلاء عصاة منقلبون على أعقابهم، فلا حجة لهم علينا، حجة هم عليكم أنتم. ثانيا قلنا بأنه لو فرضنا أن جميعهم لم يذكر عليا عليه السلام ولم ينادي به خليفة أصلا، وعلي لوحده قال هذا الكلام، لوجب تصديق علي عليه السلام والإيمان بالنص عليه، وقد قالها علي عليه السلام بالنص الصحيح الذي رويتموه عنه، وكان يقولها لا بعد حياة رسول الله فقط، بل كان يقولها في حياته صلى الله عليه وآله ويقسم على ذلك. والمعنى هذا مركوز أو مرتكز في أذهان جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. الشق الثاني نقول: تعالوا، من قال بأن هذا الارتكاز، أن هذا المعنى الذي انطبع في الأذهان لم نر له أثراً في السقيفة؟ من قال هذا الكلام؟ بلى له الأثر. من قال بأن علياً عليه السلام لم يذكر في السقيفة وهو الوحيد الذي ذكر في تلك المعمعة، مع أنه لم يكن حاضرا ولا شيعته؟ ما هو السبب؟ لماذا نودي بعلي خليفة في السقيفة؟ أهل الخلاف لا يعلمون بهذا، أنه في وسط التنازع، في وسط التخاصم الذي جرى في السقيفة،
جماعة من الأنصار هتفوا بولاية علي عليه السلام وخلافته وقالوا لا نبايع إلا علي. وهذا الكلام لسنا نحن الذين نرويه، بل أهل الخلاف يروونه في مصادرهم المعتبرة في تواريخهم. من ذلك تأريخ الطبري في المجلد الثاني الصفحة 233 والكامل في التاريخ لابن الأثير المجلد الثاني الصفحة 187 في حديث السقيفة وخلافة أبي بكر، حديث طويل نأخذ منه محل الشاهد. فقالت الأنصار أو بعض الأنصار لا نبايع إلا علي. أنت يا من تسمعنا الآن، أنت أيها المخالف، هل علمت بهذا؟ أحد ما أبلغك من هؤلاء الكهنة، من هؤلاء الفجرة الكذبة؟ كثيراً ما تتلى عليكم أخبار السقيفة على منابركم، منابر الجمعة وغيرها، وفي الدروس. من هؤلاء المشايخ والدعاة أبلغكم بهذه الحقيقة التاريخية؟ من؟ لا أحد، ولا مرة سامعيها هذه، أنه نعم حتى في السقيفة مع أن المجتمعين ليسوا من أهل البيت وليسوا من شيعتهم، والتنازع كان ما بين خلافة أنصارية وخلافة قرشية، خلافة المهاجرين وخلافة الأنصار. المهاجرون لهم مرشح وهو أبو بكر ابن أبي قحافة، والأنصار لهم مرشح هو سعد بن عبادة الخزرجي. المفروض النقاش ينحصر في هذه الدائرة، أنه من الأولى، هذا أم ذاك؟ صار نقاش وصار تخاصم وكل واحد قال كلامه. ما هو السر في أن هذا الغائب وهو علي بن أبي طالب هو الوحيد الذي ذكر من جماعة من الأنصار؟ ما هو السر؟ وليس مطروحاً ها هنا أصلاً، هو غائب. لماذا لم يطرحوا غيره؟ لماذا لم يطرح حذيفة بن اليمان مثلا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لماذا؟ لماذا علي بالتحديد؟ هذا يكشف عن وجود انطباع ما، يكشف عن وجود ارتكاز ما، وهو أن عليا هو الخليفة الشرعي، هو الولي، هو المولى، هو الأحق بالنبي، وإلا لا معنى لذكره بهذه الطريقة والإصرار من قبل هؤلاء بقولهم لا نبايع إلا عليا. قالوا انتبهوا، لا نبايع إلا عليا، إذن هنالك نص موجود، وإلا لا معنى لعبارتهم لا نبايع إلا عليا بالتحديد. قال وتخلف علي، يعني تخلفوا عن السقيفة، وبنو هاشم والزبير وطلحة عن البيعة، تخلفوا عن السقيفة وثم رفضوا مخرجاتها نتائجها ورفضوا بيعة أبي بكر. وقال الزبير لا أغمد سيفا حتى يبايع علي، فقال عمر خذوا سيفه واضربوا به الحجر. ثم أتاهم عمر، يعني أتى لهذه الجماعة علي ومن كان معه، فأخذهم للبيعة.
السؤال هنا كيف أخذهم للبيعة؟ هل يا ترى عن طيب نفس، طواعية واختيارا، أقنعهم مثلا، جاء وتكلم معهم وقال لهم لا ترى أبو بكر هو خيرنا وسيدنا وهو الأولى بالخلافة، تبع أسلوب الإقناع، فعن طيب نفوسهم جاءوا وبايعوا أبا بكر حسب ما يزعم أهل الخلاف؟ ما معنى قوله فأخذهم للبيعة؟ أخذهم للبيعة بالبطش، بالإكراه، بالقهر، بالإرهاب، بالتخويف. انتبهوا إخواني، نحن لما نقول لأهل الخلاف إن بعض المؤرخين ذكروا صراحة أن خلافة أبي بكر المزعومة هذه أبرمها عمر له بالعنف والإرهاب والدم، لا يصدقون ذلك. نأتيهم بما تضافر في التاريخ من أن عمر جاء واقتحم مع عصابة من الأوغاد دار الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام لإجبار من كانوا في البيت على البيعة بمنتهى العنف والإرهاب والوحشية، ينكرون ذلك. نأتيهم بما قاله المؤرخون من أن عمر بن الخطاب استدعى جماعة من الطلقاء من قبيلة بني أسلم وكانوا قد جاءوا إلى المدينة ليمتاروا منها، فصادف كونهم في المدينة يوم رحيل النبي صلى الله عليه وآله والأيام التي تلت ذلك، فاستدعاهم عمر وقال لهم أجيبوا خليفة رسول الله، فاتشحوا بالأزر الصنعانية وأخذوا سيوفهم وكانوا يخبطون الناس خبطا في طرق وسكك المدينة إلى البيعة قهرا، هكذا تقول التواريخ. جماعة عصابة 300 مسلح كانوا من قبيلة بني أسلم يمشون في طرقات المدينة يتلون هذا ويتلون ذاك، تعال بايعت أبو بكر لو لا؟ لا ما بايعت، بالسيف تعال قدامنا، يخبطونه خبطا يودوه للبيعة قهرا، عنف إرهاب، ينكرون ذلك كله، يقولون لا هذا ما ثبت، الرواية ضعيفة، ما أدري كذا ما أدري كذا، لعبة الأسناد تارة، لعبة التحريف تارة أخرى. نحن نقول كل هذا ثابت. أتعلمون من الذي أثبته؟ من الذي صادق عليه ووقع عليه؟ ما حد يصدق. عائشة بنت أبي بكر لعنة الله عليهما، لو أن أهل الخلاف يتأملون، عائشة وقعت على صدق هذا الكلام، وفي البخاري، بس من اللي ينتبه؟ لاحظوا الرواية في البخاري برقم 3467 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات وأبو بكر بالسنح في أعالي المدينة، إلى أن تقول تحدث عما جرى بعد النبي صلى الله عليه وآله وما جرى في السقيفة، فتقول واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح
إلى أن تقول: فأخذ عمر بيده، أي بيد أبي بكر، فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل، انتبهوا هنا محل الشاهد الآن يأتي، فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة، فقال عمر: قتله الله، اقتلوه قتله الله. هذه عبارة دموية أم لا؟ عبارة إرهابية أم لا؟ عبارة عنفية أم لا؟ هي كذلك والله. والأصرح من هذا ما جاء في ذيل هذه الرواية عن عائشة، تقول عائشة انتبهوا: لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. كل ما روي في التاريخ إذن من مظاهر تخويف عمر للناس وإجبارهم بالإرهاب والقهر والعنف على بيعة أبي بكر يثبت بما قالته عائشة وفي البخاري، لأن عائشة صرحت تقول عمر خوفهم. خوفهم يعني شنو؟ يعني استعمل معهم أسلوب الإرهاب. ولولا ذلك لما أبرمت خلافة أبي بكر المزعومة. واهم من يتصور أن أبا بكر انعقدت خلافته عن طيب نفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وعن اختيار حر، كأنه صناديق الاقتراع التي تشرف عليها الأمم المتحدة، يعني اختيار حر، تصويت حر، الناس طواعية من نفسهم اختاروا أبا بكر. اصحى أبو بكر تولى على الناس بالإرهاب والقهر والعنف والإجبار بالتخويف، وعائشة تعترف بذلك. أصلا بدأت نزعة التخويف من عمر بن الخطاب وحزبه من اللحظات الأولى لاستشهاد النبي صلى الله عليه وآله. جاء عمر واقتحم المسجد وخوف الناس بالسيف وقال: ما مات رسول الله، وإن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله مات، ألا ومن قال أن رسول الله مات لأقطعنه بسيفي هذا. من اللحظات الأولى كان ينشر ثقافة الإرهاب والتخويف والرعب حتى يسيطر على الوضع، وهذا ما حصل. عائشة تقول صراحة: عمر أفتى بقتل سعد بن عبادة وهو من أجلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في ميزان أهل الخلاف، زعيم الأنصار، قال اقتلوه قتله الله. هذا عنف لو مو عنف؟ إرهاب لو مو إرهاب؟ ثم تقول: لقد خوف عمر الناس. فإذن واضح، لماذا إذن تنكرون أن عمر خوف الزهراء عليه السلام، خوف من اجتمع في دار علي عليه السلام وأرعبهم وساقهم إلى البيعة قهرا؟ لماذا تنكرون ما رواه المؤرخون من أن بني أسلم بأمر عمر كانوا يخبطون الناس في المدينة خبطا إلى البيعة بالقهر والإكراه والتخويف؟ ليش تنكرون؟ أمكم عائشة الحميراء تصادق على هذا كله. لقد خوف عمر الناس. وشوف اللطيف هنا، سبحان الله، الحق أبدا ما يضيع، من فمك أدينك.
لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا. وصحابته عائشة تتهم الصحابة بالنفاق، تصدق؟ أشوف ما حزعل على عائشة وقال تبا لك، تطعنين في الصحابة؟ احنا نعرف انه الرافضة يطعنون في الصحابة. شوف الاختلالات لدى عقيدة اهل الخلاف وتصوراتهم وثقافتهم. هم يقولون لا يعقل ان اصحاب النبي صلى الله عليه واله كان النص على علي عليه السلام حاضرا لديهم، معلوما لديهم، ومع ذلك يعصون كل هذا العصيان ويختارون ابا بكر في السقيفة. فيجيبهم الشيعة أن هؤلاء منافقون، فيلطم هؤلاء على وجوههم أهل الخلاف ويقولون وصحابته كيف تتهمونهم بالنفاق وهم المهاجرون والأنصار وهم كذا وكذا. أمكم عائشة تقول إن فيهم لنفاق، وخوفهم عمر فبايعوا أبا بكر. شنو المشكلة الآن؟ إذا كنتم تنكرون علينا رمي هؤلاء المهاجرين والأنصار بالنفاق فأنكروا على أمكم عائشة أولا، فإنها أول من اتهمتهم بالنفاق. لماذا اتهمتهم بالنفاق؟ لأنهم منذ البداية ما أرادوا أباها أبا بكر، قالوا لا نبايع إلا عليا. قالت هذا فيهم نفاق، هذا كان هذول كانوا منافقين، خوفهم عمر فرجعوا بايعوا أبي، بايعوا أبا بكر، صاروا زينين بعدين. فردهم الله بذلك، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا، فردهم الله بذلك. كأنه صارت علامة المؤمن ألا يبغض أبا بكر، كأن النبي صلى الله عليه وآله قال يا أبا بكر لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، لم يقل يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. موازين كلها انقلبت. إي نعم كانوا منافقين، ونحجكم بما قالته أمكم، قالت إن فيهم لنفاقا، فما دام فيهم نفاق لماذا تستبعدون أنهم رفضوا الالتزام بوصية النبي صلى الله عليه وآله ونصه على علي عليه السلام بالخلافة؟ ما العجب في ذلك؟ منافقون. على أنهم ليسوا جميعا لم يلتزموا، فإن جماعة منهم قد التزموا، وجماعة من الأنصار حتى في غياب علي عليه السلام في السقيفة هتفوا ونادوا بخلافته وولايته ومبايعته، وقالوا لا نبايع إلا عليا. إذا كنتم تنكرون علينا رمينا إياهم بالنفاق فأنكروا على أمكم عائشة أولا. وكل ذلك وارد بالسند الصحيح عن عائشة في البخاري، فماذا تفعلون؟ بعض علمائهم انتبهوا لهذا المأزق الكبير. كيف نبقي كلمة إن فيهم لنفاقا؟ خطيرة هذه الكلمة، جدا خطيرة. شن لازم نسوي؟ نلعب، نصحف الكلمة، نحولها إلى شنو؟ تضحك والله. الآن هذه الرواية في البخاري صحيح، إن فيهم لنفاقا، شرح البخاري من الذي يشرح؟ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري. افتح بالله عليك شرح البخاري هذا لابن حجر، شوف شنو يقول في هذه الرواية. يقول ووقع في رواية الحميدي في الجمع بين الصحيحين،
شنو وقع؟ شوف العبارة شلون تبدلت من إن فيهم لنفاقا إلى شنو؟ وإن فيهم لتقى. الله 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 الله، حولوهم من منافقين بنص عائشة إلى شنو؟ إلى متقين. تكبير، شوفوا شلون، شوف 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 شو يقول، حتى تعرف ايش قد خبثاء وأنذال شلون يلعبون أحاديث، يلعبون بها لعب، يحرفونها يغيرونها يبدلونها يقطعونها يدلسون فيها، وآخرتها إذا شاف نفسه جدا منحصر شو يسوي؟ كذا وكذا. آي المخرج هذا مالهم، يشيل العبارة اللي محل حرج ويخلي مكانها شنو؟ كذا وكذا، وكفى الله المؤمنين القتال. شوف، ووقع في رواية الحميدي في الجمع بين الصحيحين وإن فيهم لتقى. فقيل، يقول ابن حجر، يقول إنه من إصلاحه، يعني الحميدي، الحميدي ما تحمل يبقي الرواية على ما هي عليه، عائشة تتهم المهاجرين والأنصار بأن فيهم لنفاقا، وهذا شلون يصير؟ هذا يدعم حجة الرافضة، فلازم شو نسوي؟ نصلحها. يقول فقيل إنه من إصلاحه، هذا إصلاح له إفساد، فقيل إنه من إصلاحه، وإنه ظن أن قوله وإن فيهم لنفاقا تصحيف، فصيره لتقى، كأنه استعظم أن يكون في المذكورين نفاقا. شافها عظيمة هذه، شلون أنا أبقي هذه العبارة كما هي؟ خلي أصلحها. استعظم ذلك، استنكره أعظم الاستنكار. وقال عياض: لا أدري هو إصلاح منه، من الحميدي، أم رواية، وعلى الأول فلا استعظام، فقد ظهر في أهل الردة ذلك، يعني خير إن شاء الله، وإذا يكون فيهم نفاق ثم ماذا؟ وأهل الردة هم نفس الشيء، قد ارتدوا ونافقوا إلى آخره، ولا سيما عند الحادث العظيم الذي أذهل عقول الأكابر، فكيف بضعفاء الإيمان؟ يقصد بالحادث العظيم فقد النبي صلى الله عليه وآله. فالصواب ما في النسخ، يقول لا، الصواب هو في نسخ الحديث كلها تذكر وإن فيهم لنفاقا مو لتقى. انظروا يا أمة الإسلام كيف تلاعبوا بكم، كيف من أجل إكساب خلافة أبي بكر المزعومة الشرعية قاموا بكل هذه المحاولات الرخيصة، يتغافلون أولا عن أن علي عليه السلام منصوص عليه، وكان هو يقسم على ذلك، وكان جماعة من أصحاب النبي يسلمون عليه بذلك، وكان جماعة من الأنصار يذكرونه بذلك في السقيفة حتى، كل هذا يتغافلون عنه ويبعدونه عنكم حتى لا تطلعوا عليه ولا تكتشفونه، وفي المقابل يحرفون تحريف، تلاعب بالأحاديث والروايات، تغافل وتحريف، هذه من محاولاتهم لتصحيح خلافة أبي بكر
والخروج من مأزق الشرعية. إن لديهم مأزقاً كبيراً، وهو أن شرعية أبي بكر وعمر ومن تلاهما في خط السقيفة الأسود هذه شرعية متقلقلة، فماذا نفعل؟ تارة يضعون الحديث على النبي صلى الله عليه وآله، وتارة أخرى يتغافلون ويزيفون ويحرفون ويتلاعبون. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله.